مرحبا بكم حسام وحسات من طبلة تلفزيون الإريتريا. تكم سليم برنامج تيراب، برنامجكم برنامج تيراب. يوم ما دي وقدو حديث قاشاي الناس أبطا ماسكم هلا نا يوم مع القاشاينا درساي ديجري دي بكلية طب جامعة أسمرة، شاب داود أحمد تو هلا مسنا. مرحبا بك شاب داود. مرحبا بكم. سلف مسرح حكاك انت تعمرنا انا بزحني انقيس انت تجربة ريان من نماز انت من ريم برور انما زكا بطب ديجري تكرر ليكا منتو داود احمد قلنا ان امرك كسر. شكرا محمد ديما لفرصة تلقى لها حبكانا والحمد لك فتح منو نغا واصل كعيني. انا داود احمد عثمان بهل من قومية داوية انا و دي بمديرية غونيا نولد كل ابي كنا تو دوايح بهتو يا سلام. يعني دواعي عندنا بركان غريم يكون يعني 6 كيلومتر كنا قبي من غونيا ورتو دي وين ولد كو ابي كو ودي ودرس كو بلغات نارا ورتو نارا كرا نارا كرا قصد خمسة فصل يس من نوما نواصل كو دي بمغراي بكينا سينر سكندار سكول دي بغونيا جوا الحلة دي بوردين طبعا بوردين درس دي بدرس كو من سوسايع سك أسر حتى ورتو من نوما سوسايع سك أسر حتى أسر حتى يا سلام. هذه إلا تجربة مثلا سوس كيلومتر حربي لقعدك درساتك بهلت أنت بداويت أنت ابن عرة لخلفية ديك النعبر نيتنا يا كاتا ولا نيتنا يا عدتا قل ما لك تعليم بأي لقعدت تقول تقرأ بديبك لكن من لقعدت من أسهل تقلك كيف فعلت التجربة اللي قلت ما أردت تبدني معناها أنت جاي هي يا كاتا تكرر ليك مو ظروف مو ما تاكل على دي نرى أن لك حقيقة بقوميتنا يعني قوميتنا يعني يكون فعلا لكن أساسا هنا لعدنا مسلوم ولدامتهم ومسلوم أبيامتهم من لو قعدنا وكان نوصل لعد لعد دي بلا حلو النار قال لنا دي قلنا وردو يا سلام. وتجاربنا يوم درست هني تنا إلمنتاريا يعني ابتدائيات لعلت يعني نايق لبلاك يقدرنا أنا عنه نوش على الكوح بدك العمر لكن ابن عد حتوم ده حدا وقلي حتوم أسك أسك حام أسك أسرع حتى درس عالقو ابن عاد حقه من سهوا حقه فجرنا نعين يتن دوديكو ونوش لو واصل كود نيكون أسك العالب يعني بعد يلا ده يعني والدنيا ده دركوني حتوم توم لا ندرس عالو أما نعين لغات لكن كم لغات ناتا أصل عالك لا نارا أنا دي بلت نبرة بداية ونارا أقولكم حتى لغات حتى عالك بعد نوصل لبدايات اللي بيقول عنا خود عمنا اللي بيقول علينا متجاوز لا بعد هن عراتو اللي بيقول حلا دي بقى عبتهم نبرو ثقافتكم وثقافتهم حتى تا جياكم وجياكم حتى تا تجربتنا بوردين بوردين تقول لي هلا كا هم سايف أصير مثلا 7 تيكا ولا 10 سنة ولا 10 كلية 10 حتى سنة من أنت تيكا تجربتنا بوردين كيف على بوردين قوني يقول مثلا كبزحام كل دولة تاني بوردينات دي بدرجة تلعب سيح قدام لما ره مثل لا بكات ما تاكله قلنا عبلات تقول ما تاكل حاله في كاسس كيلومتر بجاركات جيس على كا بجمل نت عن جيس على كا نعبلو تما حزرو في حاله في كلا كنت تجربة نابوردين دي قلنا مسافر تجربة نابوردين يعني تزمن لي هنا لأنه يعني زمن تعام على بوردين يعني نعم الحال على أحسن لما دوسات نوصل لعدوتات لأدكم سل بارن تمثل حتى من أسمراء جنيت كان بوردين نوصل لدرس أعلى لأن دراسات من بوردين لي على عدوتات بوردين الحيس على أيام لي هذا يمكن يوم حتى قبل بقدر أو كمان من بوردين لي الحيس قبل لكن أيام لي كفوت سبتعت مدرسين استلني سبتعت أمه لدي بعلى قلت لا قمي يا حزيل قلت تجربة قرمت أنا وورا منا ببوردين لما صرت ثبت أنا كبوتو ك يعني سبب توم مرة سن على يعني ممكن نقول لك أدر نبرهم من تقول بنبرهم وقت حفظ كم وقت وقتو وقت حفظ كم دي كم من تلوتو يعني تايم تيبل بمنوسو اساديس نمر او اجنيت من نعبي اتون افغورا حتى قال مدرسات نجرو كي نجسوا الحفظ على ومدرسات نوسا يعني حتى كم سل يوم امرا لابوردين كم سل ودوا حتى هذا اللي عندنا جسوا درسوا تلفزيون بمن تلفزيونهم نقصون دول حفظ
أيوة هذا بيت الأتي أو كمان كان حفظها أهلي وجيس والحفظ والنيات على قدام هنا سبت كل مصر سبت نبر أعلى وفدا بهلا يعني مباه هلا وآخر لقاء هلا قدام يعني دي بهجب منافسات على دي يا بدرس سلام، دي مدرسة كلام هذا قدام يعني نقطة سنة نحمدها أفسن الحلفة على القدر. انت سنيت لما زي مدرسين كاهتمام بوم وقت كان زومتو دي بعد دي بس 6 كيلومتر داود كو هاي الساعه على مدرسه قليل لسه مدرسه 6 كيلومتر منكم ريان، 6 6 كيلومتر كيلومتر ريال كم جنان وش 6 كيلومتر مرضي اللي انا من الله من كير ما تعرف اسمها لا تحسر اني ليك 6 كفا كيلومتر قروب يكون قال جنان اوش اما لكن هنا قلنا بوردي مسموح قلنا على دي بوك نمبر من 6 كيلومتر من كين يا لعنا سلام. قلنا لابتدائي ندرس بلد؟ لا لا لابتدائي ندرس ابتدائيات كان مثلا على التعد على التعد تعدى. التعد على 6 كيلومتر على اما لكن لجينر وهاي سكول ندرس يعني لبوردين حتى فتحت قلنا نمبر ديبو و تأول أي سنة وقع أي قليل برا ديبو حقوه لكن مثل إيجو قال سابر أبينا واللي ملعنا نقابل معنا عادي يعني بدون ما يكون نايم مثل درس جاء عنقبي أسوه ساعة أسرك حتى قلنا يعني أو ساعة 12 جيس درس قد قبل بيت قد قيس بيت قد جيس يا لكن لبوردين فتحته قلنا يعني نمبر ديبو أبياتنا خلا و كل ما سكننا يعني جاهز تقلنا على اما لكن قابل ان احنا نقل بقى قابل تجربتنا هيك على الدرجة بو تقري على الكام منافسة هليت تأمر عدي من كلف الدب من قري تحماك تحزي حفزي تأمري على حفز تأمر قرأت تأمري على قرأت تأمر كفا على تجربتنا هيك على الدرجة. قال درجة مرة شوية لا جربنا على تحتاتك قبل ما قدر لي بقى قال لأنه عمر ما لا يوديك عمر على عمر حفون وقلت لي مسلهيني أجنيت على من كان لما تقول من شامبوك ومن قال وسامنا حلفو دي بتاع ساي دينا لما تقول على قال لهم قال لهم مدير لما سلك على تأمرهم قدرتهم تأمر وقف جيش مسلهم كله تأمر لكن جديد طلبة جديد هو ما تقول من جديد هذا مسلهم قد تأمر بكم ميت ومن ميت قد تأمر وقفوا مسلهم درس وقفوا مسلهم جيش حتى لا وانت ما جاك راك اي تامر ما جاك كمان تتأمرني بالحمسة بتاعت ليكم دي بالله وقت لكن يعني دهنا على انا بالقدر ماشي بنفس الشيء مثل لا فدا بيعمل اللي بحاله مثلهم تسقع لكم ومثلهم هني من اول اسك سالساي يعني جاكر عليكم مثلهم كنا قيس انا المهم اسك اسر حتى ندات ممنوع لساوان دين الكريمه دي بارن تجي عدد ناس عليكم يا سلام. التنفيذه تجربة سوا سوا قلمو مدرسة حبايتها سوا تجربة رهيبتها تجربة سوا بس الله هي ألبوني سوا إريتريا ديمات هي بشي تجربة سوا قلم داود ميت سوا قلي إريتريا عاد بس إريتريا قبل قدر كلها عنا من سوس أقليم ومن سيع قوميات كلهم لما تقولي قالوا دي تمر انت يعني بس دي بحسري الدراسة وجب جغرافيا أو كمان الأكانات لسام العالم ودي بحسري ل دي تاريخ الكرة العالم الكرة على قولك يعني قوميات أفر ميت هاي نمرهم يا أول سلام. يعني أفري أول اللي بسواري أنا بالحمد يمكن قال ساو لهم بلينر يوم عنا ساو هو قال قبل قال لهم قرب لهلو لكن افر اللي بال اسك ساو جايز كرو يعني انا اول ساو كم جايز كافر ايكو يعني تجربه عبايت الله قلنا يا يعني سلام. وحتى وقال هنا بدو يعني انت بقول هلا قدام سبب بدو ما انا تقدمت مثل كهلا احنا يمكن تقريبا 27 زور هنا لا بعد زور اسك لا حلا يعني لبعض هذا 24 ألف عنا يا سلام. بقعد لي يبقى راح يلي قريب 180 نفر لقبي ما تو ثمانية ثمانية لقبي يبقى راح يلي عنا مسلهم كلهم انت يعني لما ساعة سالكا قتيس كبوتو لكن لا دي بساوي هني انت تقبل او السن لا من قال لك قانون ثبت هلا اورجل امس لك على حدي ولا امس لك كمان بامان كمان يا سلام. انزام اور وديك اور شكل ثبت ورا سوق الشامبوت يعني تفريق على بون من ما انت امر ما انت كريستيان ما انت مسلم ما انت عفري ما انت ساوتاي ما انت داويت تفارقي قدر الا باللون يا كمان حق يا هون عند سام اكاي يا مركب من قبي اللي كنا سبت قواك اني تو اللي كنا سبت قواك اني البها لبون وبلا حتى اريتريا انك تبنيت تفضل حتى يعني اريتريا بس اريتريا قد تبارك قدر يعني دولة كاملة قد عمرها وديك سوا عندك اسكا اسبوع اسبوعين وديك من قبي يعني اريتريا عندك قدر اريتريا عندك قدر بقدر بهذه حقوها ما محريكة
كم مزاكا ما حريكا دي ميول جسكا لا عدد نسل اللي كان يجي له حرق النعب اللوت أقوها 2014 بعد ما تريك عند امتحانكو 1.8 وكان 1.8 برضو بدبلومة امتحانكو ومن هنا يعني من طول على جنة بخت على جنة نيرسينج تاتي نيرسينج تاتي كمان جبي هني انكلينيشن لبها السبجكتس بيولوجي وكيمستري منه يعني دهن لهم ساكا كتب بقى بكار لبل أفكار على ما تنا على باتو كأبو عند حري وكانا نرسم بعد تاني و2014 شهر سنة صار نرسم عن باتكو و2017 فقركم من نرسم باتو بنقطة تمام كمان تمام شجينا وتمام يعني نفسين ده تمام كوبا كم نرس يعني عندك أكو فقركم كل ألات عاد وحكم هني دي ب وزارة الصحة نوز أكو دي ب أول دي بأقليم البلد باركة بلد كاب بحر كاح دي هو مدى بكو دي بأفنبول ولا هيل ستيشن تا أفنبو أفنبو عفرت ريلي يا هلكا دي بكبر عفرت أفر سوا كده أمريكا دي مدر عفر جسكا دي بأفر دي بالنص من أساسنا أفر لحظة بعد بل بولا ولا تو أساسنا أفر من أفن بومبو تامتم لا دبلو حل هذا اللي بالتاريخ ده أنا يعني أنتو اللي ودين لكن اللي بحل بعد دي بكروني يعني أفر تمام رأيكم قبل بكرة وحقيهم قل عام قلت حاجة عن بدكو وتمام كمان جيس كنت حقيهم هذا لكن بعد الزمن سبع قدامي ركب يعني دي شيء نود جيسرنا يا سلام هذا الا تلا تجربتنا اريتريا من اريتريا فقركا دي بقى لهم قبلات بحر قاع شبيكا صرف داود اقدم قبلات بحر قاع البوله دي هلو كفت كبتي ورا تشقل داود دي وجيسه هي قال كنا تجربتنا يا شقل بنا نتفجر مثلا جايسري انت اقدم لبلوك قبلات بحر قاع البوله قبلات بحر قاع بنيتي وبياتك افوتو يتامل تجربتنا يا داود دي الا قبلت بارك أيها عمل الأول الإجابة الثاني الناس راضية على الكون تقريبا الناس اللي شغل كلها جرح دقامة يعني يا تنكا أيوة هي تانكو عنه مرة كبوت قبلت بارك أيها هذا أيام لهين عصب 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 اللي بحال قدام كله كم حاجة توحد أكا يعني ندوه الناس عالم يا لأنه سلام وحدو ريم بس تقال إيه بالمونة بات حفارة مكم من عردنا وكيني نحفني ما لكن بس ريم طلع قدام لعبي عالم ومسلهني حاجه هي جاك قلت له عمر كهو قلت له يوم توقف مسلم قلت انت له عملت له لبل سبت على اللي قدام من نفر حاله انا نوش يعني مره بيكوا اول كم بس ثاني اسق نوش على بالكو يعني من اوفيس دي اوفيس كنا انا وكنا كنا لكن لا من تولي على ده جسكا حقوق مشاكل كم من كان لتري ومن كان تقبل له لبلت له قانون الاعلى فعلا هتوتو انا ما نافعني انه عشان نوش يبلسوني بل لانه كان لاجيسكو كان هو جيسكو انه بس فشات عامل كوا ان جايز نلاكو كم شقه وكله يعني من اتحزق الاوده قال شعب قال اوده كم قادر ان تعامل كنا في شيء بجسكو وفعلا حبت يعني قصكو دي بوما داود مكاسبه من لا تجربه اللي. من تجربة الله بزح كسبها داود يعني انا نوسي يعني دي بعمريه كل انا حكو دي الا بس كسبكو بالقدر يعني مره قد كسبكو دي بقى. حتى لا قوميت افر تمو بوم داكو ميتو ميتو افر قوانينهم وعديونا يوم حتى دي بحديتنا يوم ده حضرنا دي يوم يعني نقص هنا ريوالنا وكالي حقيقة سبكم منهم هذا انا يوم اسب جسكم من قبي قاشاي يعني انا يوم يا سلام يبقى اسب يعني قدام امر حقيهم يعني على الاقل ماي بس تركب انا قلت لك جسكم بكم مرحكه انا دي بعد انت ملحني ده انا امر قال لهم تعال قدر يوم كان جاي صوت يعني اسب بس نجيب من اسب برا سبت حالنا يعني من اسب يعني 180 كيلو طلع من برا البحالة يا سلام ومنه اسب اسب طلع هلا دوتات ومنه اكدلنا ياكله يعني عمرنا واحد حتى ودي بلا نبر حيوانات ومسلونا بحر بحر انا مبلدي بكتاب ريام هنا يعني يا سلام بحر اسب نجي سريكو انا يا ودي سلام اسب ريكو ولدته يا سلام ودي المهم وبلي بزحام شبابات لو دي اللي انا هيك تجربه دي بقى مثلا اريد اردوم قل دول دي بلو توزع لا 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 بدا سريت من عاد كريم كاسة لي الامر لبلا تجربة قال لكن تجربة قل شبابات مسلت قبيتها بل هي كاسيب كمان ميتو مجتمع قلت امر ربدي بك مثلا بحري تامر امان كات بحري انت انا بحري إيه كمجتمع ثقافتي لما ثقافة امر كمجتمع مكم سلطة قانت ودي العلكة جزء من وديك
اللي مكسب اللي يقول شبابات مين يقول لك بالقدر؟ اللي شبابات خاصة دي بل دي وقتهم اللي بخطه احنا يعني مر يعني بنحرم من اللي يكون بخط من انتو يعني لا تحيبوا اللي يعني اللي بخط اللي ابقى انت بنوسك جيس اسب لو كم تخلفته يا سلام. ودي بو يعني كم دولة كانت مساعدة دي لكن ابن اساسنا حكومات او كمان انه عامل حكومات ده جيسها او بحلقة امور تقول وقت حدود ان يكون دي بو يعني دي بو عبد اللي قاعد يبو نفر او كمان انت اتكريم من هلا دي بو لجاك نفر الابون احنا ما دي فجرنا بعد سنتين فجرنا منه وكل ستة تصحيح لنا حتى مشاكل يعني ولا فجر ذلك قدام سبت ما وفجر زبا بزح يكون يعني قلنا قدام لا بزح لحد يكون حوت سبت قول قدامه يعني نفر اور ما تقام قبل اور نفر فجر من قبل مشكلة لا بيكون لكن التجارب اللي تركب يكون مثلا بقولوش للحمام كي تركبوا دي بقولوش كي تركبوني انت من قاش بالك اور نفر عصب جيس بالك قام قال جيس يكون ولا يجيسني نوس عند حزام قال جيس يقدر عنه لكن اللي بخاطر اللي نتحيبت حيبتها كم قبل اول التجارب بك يعني قدم كيار وقلي وبدل تحسب تجرب لحد يمكن نفتي كمان دي موت الجسه يا سلام لان لو دي بالحاله نوصل يا سلام. انا صدق طمطم يعني يعني صراحه حتى تبقى شركه سنتين ودي يكون شغل لكن اجاجر عند اهلكم دي بقى سبب ودي ناوكا بلتم دي بيه يا حتى على سلام شبابات مثل عليكم مثل على يعني تبقى شركه كنا يعني بروح قدام فادي يكون قلك ايوه وروكا دي الدنيا ولسه وروك دي الدنيا ولسه دي بالله لا علم لكن شباب ندت عكبكم مسلت الجلسة حتى أن أسعدي سألو وبميجريشن لو وزعوا علو مثل التلفزيون عندنا دي بتلفزيون التلفزيون أنا جالس مثل نرى ونوص لشبابات مثل نجس هيك من حد يقصوا تجارب بتجارب. تنسى بزح على بعضه ولا قدام يعني قد عمر حكانات قد عمر يعني دي بدولة حسن أو قال ليك دي بالله عندها ليك عصبي أمر قتبل يعني وخاصة شاب من ليك كهود من البعض قدر يا سلام يا سلام قرار لك يا رب. أحمد مو متاكل حلفاء اللي قلب صح مو مش كشاكل تعدى دي بالدنيا مثلا مدرسة قلت حداك قلت حداك لا جربيك كمشاكل سودو فكاتو مو متاكل نتعديك إلى درجة يقولوا له درجة الله من حتى قوميت دي بزح دي بزح دول تأمر تجارب الله ممكن إني ريم برور عندما ساكل أنا كدرجة قلت بصح تروت سدود ما تاكل تعدى احمد داود ما تاكل أعلى لكن كل دول محلات لما تاكل الحل من الحل نيتك او الدرس او بالكم جدي ما تاكل نفس ريتك انا يوم ادك انما تاكل انما تاكل ان على الجلب وسكوتو لانه كله نيتنا هي دراسه ابو يعني من طول ودي عالكو قفل عالكو مدرسه من اشياء يعني نيتنا مدرسه على دي مسلحيني والدين يعني من دور عوبهم خاصة دي بيجون وش نراك أسق يعني من نعمر الحفون ده حلفك أسق جردات بس إيه لا والدين كدور عوبهم والدين بارك الله فيهم أنا أسق يوم حمدهم يعني دورهم يترسى أنا أي حاجة أنا من يتناقص أتوم الله عالو يا سلام. يعني بس من نما درست يعني ستات قريبة منا شوية قليل يفقر أو كمان أنا ما حد قال لي كنا أيام لا دول كبود على إنه قدام أوروك قد حب جيس أورو دي بقلة جيس يا بس سلام دي بقروش على لا من تو تنا مرة يقول لما ناتك تجيب قدام كاملات وقروش تمن مدرسة مدرسة أي من نقص كاتك قروش قلت تركب أو مكسب قلت تركب قدام لكن تسيح لعبة ما تاكل تسنان كقروش إن تسابت أنت قروش على بكاد مثل قفاتر إن تسيح لك أيوة لا اللي تلعب على قدام أنت لما نوش مثلا يتكلم مثل كعلو مدرسة نحد جو جيسوكا قروش الأكبر قروش الأروكا أما أنت لكن اللي قلنا بحنا هذا هو يوم على مثلية بس والدينا بارك الله فيهم هتومتم لا جهد لا لا ابا جهد لو دوبر دي بنفسنا هنا اي حاجه لنا نفسات مطور لهم لا عندش اقول ركب على انا ما يعني ركب عنا لكن لا بد احنا جهد دي بمن تولى على دي مدرسه ولا على قروش ان ناس اكامه دي بكالي تجيس يكون قل فايده كا قل كتب كا وقل هذيك حاجات يعني جز ملابس كا وقل زين هيك قل لقب عندي يكون يعني قل كالي يكون لا بد احنا جهدنا يوم دي مدرسه على بارك الله فيهم هتوم يعني جحدوا ويوم تقوتهم الحمد لله انا فريهم والدبلومه لرولو فريهم رب انا الدبلومه خرجت واخويا ما كمان الدبلومه خرجها دبلومة الحمد كارجة لله مكارهت هتو دي هرشات مهندس هرشات مهندسنا يا حارس يا سلام وبلي والدينكم لا ريم من داك ما طول حسوب العلو يوم فريه مقبول يومتين لرولو بلا مناسبة أسألناكم قني بلومتو دي مجتمعنا بداويت
لحلفات يقول نسر استاذ فقيه على مسليه قراه كمان حسن على مشاركتنا دي بتعليم ان ده لدي افكاي سنه هو دام اورا كل اوتي امني يقبي كم مجتمع فتح يقول له هلا بكت لا تنافع بها هلا لسبب ميتو كم شاب تأمره انت المجتمع تأمره لوادع تأمره نحب انا نحب اي نقدرني قلبي صحاي حتى تبتي تتقلببني بكت فتح يقول له انت لكن مجتمع شارك يلا المشكله دي باهلي بمؤسسات حكومته دي بمجتمعته دي ميتة تأهل مش لما تاكل لما تاكل دي بمؤسساتنا حكومات من نول ينقدرني لانه هذا حسيت لك طبع قدر انه مدارس اسك اخر البلد اللي حطوا لنا حلو دي اخر يعني انا ابو مايت اللي بحال هلا مدير نوس انت يعني قلت لي سيك قدر عينات مرته لكن مدارس اسك يعني مكباجرات وادي انقل هلو واساديس هلو ديبو وابي هدبوم ومن ريم من مطلوب من قرون مطلوب درس لهم قلت درس له أكاس فتح لهم بعده مجال بوم هذا من لا ده بقسنا حكومات إلا قصرت منهم على الجنوال يعني كبدت جنات من مقلب بقدر حتى من تعهاتي يكون يعني ممكن فوائدنا مدرسات للبن يبحان قلوم أسيقا دي حلان ومسلومة لوالدين يعني أجنيتون قل درسوني قبي قل كالي سبت الحاسوب دي يكون يعني من حكومات نقص من البلد قدر بس لا اساسا المشكلة اللي قابل هلا من مجتمع عامة اول رهيم هلو حتى من كلهم عنا من قبيلة يعني مجتمعنا بداوية تحدد السودان تون هلو من كينو من سروم هاتو واللي اللي هنا حدودنا الحدود اللي انا قلبت على شغلنا عفيش اتعطيوت وافاقروت قال ان دي يكون تجارته تجارته بس يعني دي بالحل شغل بات وعروض انت يمكن نطولك التجارة بشكل يمكن قروش وده من قبل وأنا ولي المدرسة قلت قدرني لأنه ما له إلا ربنا مثل كل هني لا شعب كله قروش مدرسة ده وديك أكان بس إيه مثل اللي بقول مدرسة نو سميتو كلهم يا سلام الدرس كلهم ميتو اللي بقول تفكير هلا التفكير اللي عندي يتغير تم الجمع عندي يتغير هني يعني جنيد مدرسة وكان لبسوه يعني كبوت كده أورو أورو يمكن كمال بالكاغل اللي يتحقلني يعني يعني والدينه دركوته ولا نوص ولا نيات لواداته تعليم أول يعني نوص كتاليكا ومن قبل لذت بنوص يا سلام نوص يتعلق يمكن لكن لذت الأسك بس إيه أكان تحدي ونفر لحدي كان يعني دركا تحدي دركا قال نفر دركا كحدي ولا هي تم الجماعة أنا هيكوني يحلان وقل لك الحلقة من قبل يعني جهد بزح من كل يعني مؤسسات حكومات الأقباء من شعب الأقباء من شبابات الأقباء جهد لا حد تم الجمع مش يعني بس نيجابي لما الجمع عامة ميت مدرسة وعالم دي ما رحلت قل أمره حقوقه لا قل درسه لا قدره بالفكر عليه أنت مؤسسات حكومة سقم لبوني يبيلك لكن هذا دي باكر بتم تم كها اتحادات هلا وشباب هلا محمد والد انسات هلا جبهات الليت ادارات هلو اللهم هي دورهم مقلق بقول مثلا المجتمع قلت حماية يتقدرني المجتمع ما بواليها الى حد انا انسان مرك انسان ما دي حد كاتر ركا تواليها صح اللهم هي ميت دورهم مقلق بقى بدي اللهم انا اول حكومات ولا كان لك ولا خاصة وزارتنا تعليم قلنا انت خاصة سكوت لا بيلكو كل عوالي لانه سكلي سكلي يكوني لكن لا اللهم لا بيلكاهم المؤسسات دور عبهم خاصة دي مجتمع غيروت يعني شبابات خاصة الحمامات البحل دور عاب بقول يعني دي بشبابات قلنا غير حق ولا شباب غير كم قبي لا عاب لهلا مشكلة على بون عمره قال جيسو وجيسام قبي هني هي جيسام قبي مشكلة على بون مسكة مسكة قلنا برضه لا شباب لا قل دولت قل عمره قل أروح تقول لفاء هذا لا شباب سبت لا مع ساعتنا يا شباب كلهم يعني مثل نجا او قلش جو دارك من قبل جبهت من قبل شبابات من قبل محمد والد انسان كلهم مثل قلش جو كلهم مثل قلش جو ويعني بتخصص هذا حلا كلها يعني حلا يكون كل مديريات يعني المؤسسات اللي حلا لكن كفوش حق حلا
ودي مو بس حلا مسلو متاكل هن نو ناينوس كل حلو قدر يمكن نعمل مواصلات حلو قلو نعباجات حلو قلو قال حلو قلو يا سلام. اللي كله لكن ده حلفا يعني حتى ولدي في سنة حتى يعني اجتماع عنده ودا يعني من الشباب 20 نفر منهم خمس كسبان من قبل كسبانته يا سلام. يعني صلاة الحل ما صليت هني خمس وسط يعني جماعة حتى دول يعني تيار لا يتكرر بس بيجي يتكيرن روما دي حتى لا يتبنيه. يتبناه تبدل له يعني لا دورهم دي أبو ولا أور نفر راكبهم من قبل منا جماعات لا حدهم لا كسبان هلو أور نفر كسبان من قبل كسبانين انتم خسرانين قوي أور نفر اللي لا يقولهم لا ثلاثة يمكن لا سمعهم دي يكون قالوا يمكن جواتهم لا سمعهم لا حلو قدره تبدل له يعني خسارة لهوني كديب اللي ندفروا وشابات من ده كم سلة ده يعني دار ساملك أو ده عراوم مسلم هني قل لداقمو مسلم قل جيسو يعني مثل الحلا قل عمرو سني تبن حسام وحسات مطابلتنا مثل نرس داود أحمد هلينا علب تلفوناتنا 10 كيلو 10 و4 7 و4 تكم زين 10 كيلو 10 و4 5 و4 قلت اتصلوا دي بنات قدروا قلنا التلالي دي ولاد دحنا لما اوراكل اوت فقروا له لعب يد قريت ليتنا اوالد انسات بس كده ثقافتنا مجتمع تغيرت ولا مجتمع لما رحوا له هلو يقول لك اي وري يجربه. ولدنا عن ساعة الكبدة اللي دي بكل عامة يعني كبدة دي بنا أنا دي بكله تدي بلاوة نيم ولا دي بتجري رأيك كان من قبل يوم تاني لعب هاد مشكلات له اللي تدي بداية نيجا لكن دي بداية لا ترقيت لا تريت لأنه حتى ولدنا على لبنان هنا يعني أيوة. يمكن حتى كل أيام كل حلاق قدرها أنا العمر مرن بعده يعني لكن إلا هنا ما تجمع قلوا كل قدرها ما تجمع بداية نبيلك أولا أنا ساعة درسها قلت بالي قدر حتى أو كمان أو كل ولدنا درسك ولان ما هي بمدرجات خرجاتا وبمبس احياء قال من طلوت لكن متشاو انا بدويت قل انس قل افقر يعني مره من طلوت قلوت حساسيت بهم يعني خاصه دي انس تبقى ولد انس بعد وسيت انا سيت من بيتها قلت تفقر لالبل يعني تفكير نعمدير هلا حدود اسقل لها هلا وحدود اسقل هلا ولا اقدر اسوي من قبل ولا اسق حامسه درس نوسه مرادنا والدين يدرسني يكون يعني من عند فقرات كليات قد تتسع وقت تجيز قال عندي قبي إلا لا تفكير لا ما هي مجتمع لا مدير لا سانحة حدود أسئلة فاطمة مالا ولا قال هنا مشكلة لما مجتمع أنا بداويت كمال أبي لك دي بحدود تهلا وبنو تهلا قال مجتمع تو لا تحاور على يا سلام هذا يمكن مجتمع تحاور دي من قبي من كالك قوميات منو ورث قدام كل دول عادات من حدنا تورث لجيس هذه اللي التوارث اللي ما يهلا المجتمع مجتمع بني بدويت كل دول بحدود من حدود بس امر ما ايوه فرد سواسك ايوه سك ادو حلال من سمعها ادو بحندق سكادي بحدود الله ولا هني كل حدود الحلال دي ولا هني مسلم لا نبر يعني اورد كل يمكن اي ابيات ما تقري ركب كم قبي قال قوميات يتحسب انت ما تامر قبي ولا هني يعني دي قال دي يتحابر من قبي الاساس لا دي ولا حلا العادات لا أكوي ولا سني كل مسؤول تلا جايس أسك يعني من سني من كال سني أسك إيه ورثة أو كمان الأكوي أنا أقول الكف من كال قال قال ربو يا سلام يا سلام قل عامر بدي بدي بحد قلت عابر دي مجتمع كان إيه اللي تلعبيت حميت أنا كل دول تحمل بلون القدام ما في السنة أنت حميت تبزيه وتعقبه وتبزيه البلون لكن قلت عقبه لكن ندرسه وسكت يبقى مجتمع اللومة دي هل ليكم دار سام دي بمي تمام لكن دور على بكم مقلي دي بدي بلد قلت والق أكا من قبي لما اجتمع على درسه تجربة هاي كوتا حقوها قلم ساعته ده درس كده يبقى مجتمع دول تقبل قل لهم اجتمع انت علامة انت قل لهم اجتمع انت إشارة انت قل لهم اجتمع انت نوسو قدام كان در اهي كني دورنا يا دار سام الأول بلو بلو أورا كل أوس بلوهم فاقرام لليكم دعيف تلالبل رأي أو فكرة لا فوت رأي أنتكم داون إلا حلا ما كاتوا لأنه لا درس ما هذه يعني يوم رأي كم قبي فرن ده حلا دي بقى الدنيا وقل فرت الحزن دي يكون دي بقى بلد لقوميات قل أرفع له بقول حودا قل بقى قدره يا سلام ودامتهم يعني لقوميات أما لكن لقوميات أنت بتحاجة بس يكوني لا مجتمع نايو من تقول له كريتيريا بقول يعني بلاك لك بتحاجة كم أبو نسالك بتحاجة كم يكون لريكا جاي ساكر إيه كهو أنت مت جاي مت ودليكا ما عينت دام أنت ودي بيش عبلة دي بدنا بريكا ما عينت
احترام بك حدود الشعب حقوقه لا جانيت لا نعيش لك والعباي من عند بقصو تعليم كنا فوائد بقول لك للقدر وانت لك الناس اما لكن كنا ندقس ك جماعات دوري قد حاجه كم قبي كالي مثل كلا لشارك مع السك كمال بيننا مع السك قلت حلب مثل كبك يعني حتى انا كل دوري قلت لك وقل شعب عندك وقل لك نتزاكو فرديك يعني التجارب كلها قد اسالهم كم قبي اما كمان كم سالا هذا اللي حلينا برنامج ذات حياة بيكا كل قدام تلفزيون لابو قل رأيكا ومن نون دواصلة ما ينوسو من تلقل نسابات ومصدار قل نسالي وروحاته يا سلام أنا سك تلفون ما سألنا شباب دي التعليم يقول لنجحوا مجهد يقول له دو بدي بم مثلا تجربات كان هاي هيكوتا قدام قد نيجي ساتو هيكوتا شقيقة وأدب ديجري تدحر تكرر ليك كمو رشاب ما هيكوتا تجربة كفعلك دي بل ديجري اللي قلت بصحيني أو قلت تقدم كدرجة قلت وسك ما فائدة حالتك دي حيكوتا أنا و 2029 19 تأخر ولدته أمال أكو حقوه أنا بس كم مال أكو حقوه كم شهر كورونا انبتت والعد قفلة يعني تجارب ذو هاي يعني دي بشعب لريكو على بون أما لكن لا شغل تمام على بيبقى قدر لأنه لا مجتمع مدير لا كم بيلا كم مجتمع أنا أفر دي بالكو هذا نسر بالكو المجتمع كل لا حد يأول عمر دي المجتمع دي كاريكو دي بالعلو بداويت تقريبا عرب اللي تحقوا علو نار اللي تحقوا نوصوا علو يعني وتقرينيا علو حقيقة لا قليل قلب يعلتني كلها يعني حقيقة بقى مرة وتمام ده تحاول أفهم ما لا قدر الله قاعد ومن قبل واصل مدرسة لوالد الثانية هني يعني بس حتاتها لأنه أورو أنا قدم ده على من نقصات هذه الشغل أنت نص كذا الأمر ما تنقصات وده ليك ومن هنا ممكن توصل بك للي بلت أفكار ما ساكن نص كذا شك عند ليك هذا أنا كنا هقول ليك ودحين دغرن دوري كومات اكو من غبي مدري يتركب يعني دي مجتمع عليه ما انا احترام بي انا امر نو شباتو ولا قدام نفس الامر لكن دغري ودي كم مسلم دوري كا حقوق قرب من ليكا ممكن تساعد دوم قدر منا مدير لا ساعد دوم لعلكم من زياده حيني انا كل دول يعني احنا شباب اريتريا درس ندلينا مجان درس يا سلام حب درس على كالابوني حارق خدم ليكا يعني قلش عبكات لخدم لو كل الاخدم ادرس هيك شعبك قل الادرس هيك شعبك أقول له تخدم خدم ده ليك يعني خاصة يعني صحة هني يعني حساسته بنوش بنيش حاجات انت نفر مسيكة بخلط نايكا قل موت قدر يا سلام بنوش انت لو مسؤولية عبايته المسؤولية عبايته لأنه دي بعافية دي موت ودي حياة لا ونفر نام سؤول يمكن عصير نفر قول نرف ولا مسؤول اتقدم ككرو كين بطر منك يعني انتهت الوقت اللي قتله حقيقي قلت خاصص دي ولا كم سلم مسؤوليات نرفع كهني لا سؤال يمين تمسك اسالك لك بزحم شبابات مودو حتى دولتين حقت كروجا وخلاص اكان لا حد عالكو بتحكو من الله كين وسكوت يقولها لكن كم شاب انت يقول توكل يقول توسك من جديد كري من جديد تامر من جديد بحس وده دي بات ولا سؤال انا ماركو ما حد يوم اسالك لك هذا لا كلها انا ميته لا مسؤوليات نعيش نعيش عب اكله دي بقى دي اروح اتكلم ثلاثه تعمر بكالا اللي كنت ودي اكمل جنبي انت يعني انه انت ورا انا درسكو خلاص دبلوم امسكو او كمان سيرتيفيكيت بو ديجري وديكو الا بقى ايش كده بلان برد بيرتم جنبي لا شاركت عبد الليكا ولا شغل بلا ما سيكا شغل ليكا تليفون بنا هلو 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 اهلا وسهلا من مرحبا اهلا وسهلا من هلو هلو من انت عبد الله اهلا وسهلا عبد الله داود احمد هلا مثل كتاجي مثل شقيكم مرحبا مثل شقيكم دي باي كوتا يوم غاشاين يلا قلت داود كو قلت شو هتقدر انا مرحبا من داود داود احمد هلا مثل كو قلت شو هتقدركم ورا شاب مثل شبابات دي انتم مثل شقيكم داود احمد اساس كده بتحب يكم من يدي بطبعي وبأدبه وبكاس دي بشغل بهلتو تعطيم بو ومثل مجموعات ومحين مثل 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 شنقا قدام
مسلو أبسطانية المتأمر وما فهمت المتأمر ويجيب شغل هيني كان أنا حار لي يبل لي بلاد فنات أشكال يبل لي بلاد فنات وراثات لشقة يقول مهنو تقول لتعور ويبضم هنو تهيني يقول لا عماويل نايو يقول رايح لشقة شابته يا اللي سلام. جيت عندي قدي مهني بعث شكل عم بطنا من ضمن جيبي داود بدراسة صدافته وبم هنا تهيني كتبت النقرة يقول لك فنات عماوين يقول لك أسمي وقل رتب لك عبد الشابتو مسلومة هيني يقول مهنو تقول لك أور وبم الدرو تهيني يقول عماوين لا يكدمت يقول لها يب أي وقت بهلتو دي بهتو حل وقت دوريتو دي بتحلي من دوريتو وهين بر لحل وقت مهيني مسلّة مجموعاتنا أيوة أو مهين مسلّة أعداء اللي بيباحك من مسلّة شبو مسلوم للساعد مسلوم للتفهم اللي ليت عندي قد بهيني وبلاك سنة أبايع بحلات كل بو إخلاص لشجي تعبكو اللي بيلعب هيني بشكل منو لي رجل وب إنه تعبان هني ومخارجت لي شجة وكل لب له شجة مسلط صنعت أشكاله مسلط صنعت تعبته هني إجلا موصول هلا عميل خدمة واجب الهي شعبته. شكرا عبد الله بارك محمد، الله فيك. سنشرح كاو قلنا دي شكرا. بتجربات كاو قد جيس مننا هلا لبلون لو دي بتجربات 300 مهلكه بس هم لو سكو حودامته ما نتشي كلها قد جيس خلاص لما هي اتكلا تعدد شريات كا تعدد كفيك نبره ليك لبلوك نبره ليك اخوت نبره ليك خلاص انت لكن كم شابره حسب قسكا كسب كاملنا هي كوتا مزاكا كسب كاملنا ديجري تكرر ليك الا حتى درجه الاسك انا قال كان دي والله قال المجتمع صح مسلسل نت دي بنت حاجه صح انا كان لك ما بيلك لانه لا كمان بي لاور نفر درس كنت بيلك الطريقه بي حتى او دي لون تلك ساينس ساينس يعني يوميا لك غير يا سلام انه حنا يوم درس الليل يمكن فجر يحل قبي اللي انت عندك عمر كاين ومسلوق قلت وسط اكون كله وسط كم قبي محله لخدمة لا لا شعب تحب لك انا يمكن انا يمكن 3 سنوات درس اللي يكون ده بيقول لهم الشعب دي بيقول حلا مره وجه الوجه امنه الوجه 3 سنوات من جاي درس اللي قال بيقول له ايوه هداه يمكن اللي تقريبا اتمامكم تقريبا اتمام حتى اني قدمك اتمامكم انا يوم تليفون بنا ناكل هلو 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 باتكا تلالي كألا تلا هذه انت يعني كل دول خدمة متنسل لك او ما حد كميت ومتنبر لك عندي قبي ما درجات بس انت نوسكا لما جار حقت حيبتك للمجال ممكن فجري يتركب قبي قروش يعني كدرس ما قد مسعى قدر اليوم يعني مجال درس لنا قروش كدرس او كمان مجال نوس كله كله هلا دبلوما كوس نبر قبلو كمان قدره حق ركب كالا عن مجال فتح لك كتتنفع بهاته كالي ثاني يعني لو كان يعني بقدرتك قلت بصح قدر كان قلت بصح يا سلام اللي جدي لك لك بودي مثلا انت بدير من كليه كاراتشكا بديبلوم هذا ديجري تودي ليك كل دول تاني دي بكالي درجه او دي بساوا نقطه دول لما تصير شبابات للحروه ما للحروه مجال بدي منه انت تجربه بك المجال اللي دي كل دول هنا دي باتهم مشكله لا تكرر كفوق الحريه بدي بقول نفر كليه نقطه دول لما تشو مجال ادمع يبقى فوق الحريه بديبه إلا حتى يعني لا أبيت من طول حلت لا دي شباب حتى لأنه لا جلس بروي قدرنا لبعض الشباب خاصة إني أول أنسات بتو دي بحريات مرة ضعيفة دي إلا كان لي مقول لك بقى قدرنا أورق بقى روحات العمر لكن ميت لا من طول ودي من الحيان بهم عندهم أنا وأنت من حيت نقبي او 3 4 مثلا قبي الاور لا بيلا انا من لك كان يفكر انا بس الا بس كل حياتي بيلا من قبي لا سلازيت نقول انت له منكم دي بان ادم مين امر منكم دي بان ادم مين امر الا دي حكي يمكن سب دي بس بان ادم دي بقى جاي سنه وحنا كنا يمكن كم سنه كنا اف بنفكر
يا سلام. قال لي نيجا بأوروك لما جالنا عند أمرا أنت مال هاي أنت كويس مسلية وأي تجامل جيس مسلية دي بقول لك مسلسل سبت لنا مش كده لابو ولا تدور لا سبت لنا ما دي بقالوا كلية جيس كم كم جابي أو جيس كم جابي جيس كم جابي مش كده لابو أما لكن لما جالنا هاي عند قلت كان ده كوانا قال قال غير على بيه أوروك هين أما دي ما دام أوردي ماتس أوردي بفيزيكا دام دي بيولوجي وكيمستري دام أو جابي هلس قلت لي أكون عافيت قلت لي مش كده لابو اللي دي بو ما هين دي ما دام نوصل لما حقوق حرز حقوقاتي كام هين بلا حل يعني دي مجال عافيت بزح مجال مجال عافيت عتب. بلا حل دي بو ما يعني دي ما دام قادر أقول له خصص لي قال من تقول يكون و نوس دي ما دام على نوس الأمر ثبت حلها و دي محسس محلها دي ما قال كيس قادر كهول أفاجره أقول له خصصته قال قدام قلت دي ولون وملهينا بلدي ملهي قال كيس التنكب على بول تنكب وروتا قرهتو كفال حرسة وعبرتو خص عم مدق الله أمر عايز بدي أقول الأمر الدنقو بقى السلاك شبابات دي بتعليم قل ركزو من قليل ودي متوسية تيبو كاسة تنادنت حاجة عنا دي بداوية بينا دي بزحات من تمعات الله اللي هي نحكو سامنا يفصل عمرنا يشبت كم قرب ما تعليم من دلا كافكا بلو لعنا بعيش وقل تيارتو ذهبتو بعتو دي بتقيس دي بتعليم قل ركزو مي قل ودي با جات والدين لقبا ونوصم لشبابات بلي يعني لا عبيت لا دي بلا لا شغل بيت الحلا خاصة دي بلا مر لبيل كامباتو لا والدين الله قدر دي والدين اللي حلو يمكن بوردين لقى هني أساديس بات أساديس كم والدين من الأمر ديبو دي ما مدل نايمتو يا أما سلام. لكن طلبت هن نايو ناسهم جهد قل حلقو يعني كتب قل قربهم كتب يوم راقدتو دي بكل لابريرخ دي بأي لابريرخ قل كوا قدرو ده زاو من قل أفبرو قدرو نيت لبو يعني الكتاب يعني ماتريال اللي حقني قلت ده صور ومبل هين هين دي لما احنا درسنا يوم الحلة انترنت ناي من طلبه ناي قصدي ديجيتال ناخد بطح لايبرري. ديجيتال لابري حلة ولا موبايلات دي بكل حلة حتى على ما تسري هنا من قبل ولا حسس له كل الحلة الفيديو حلة نوز الفيديو جاهز على بانجليش لقاه وبحقياهم ايوه سبحان الله يعني قل له قربهم قل له درسوا يعني وتجاهنا والدي مهني لحي سالة للبحل يعني جهد قلت بقى لهم شكرا نرس ديجري داود احمد من وقتك انك عفلك دي بشكل على انت انا مسيما يعني بعدنا كان قراءات وراتات بك يقول لنا اليوم برنامج قاعشة هنا بقبعت كاد الحمد لله كفتي حسام وحسات مطابلتنا مثل الشاب داود احمد لا وديناها مقابلة دي الا تامة ليت لا تمس سامنا سكب بعد قاعشة هنا تراكب ادحن وسلامة